مرحبا. حر الصيف ولا برد الشتاء، هيك بيقول المثل. طقس صيفي عادي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة ضمن معدلاتها السنوية، رطوبة عالية على الساحل، بحر متوسط الموج وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الأولى. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26 درجة، على المرتفعات 22، بالبقاع 12 وبالأرز 7 درجات. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية: القبيات 25 درجة، أبي سمرة 29، النوبين 18، رشانة 29، 31 بالقاع، جونية 30، بكفية 26، الحمرة 30، عنجر 30 درجة، المختارة 27، وصيدا 30 درجة. رطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح المي 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، الرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 26 و 30 درجة، بتبقى للسبت مع 26 و 30 درجة، ونهار الأحد بتتراوح بين 27 و 31 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ جولتنا مع بغداد و 42 درجة، الكويت 44، عمان 28، طرابلس 38، الجزائر 25، روما 26، وبرلين 26 درجة. وهي نهاية نشرة الطقس اليوم، إن شاء الله يكون نهاركم نور.